من شوية حصلت القمة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لأنه القاهرة هنا في جزء كبير جدا من غرفة عمليات إدارة أزمة القدس في القاهرة، وزي ما بقول لحضراتكم العالم بيراهن على أنه إحنا نفسنا قصير وأنه إحنا برضو العواطف بتشتعل ثم تنطفئ سريعا. يعني اللي هو إيه، أول ما القرار اتعمل يوم الأربع اللي فات بتاع ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل العاصمة عاصمة واشنطن للقدس، الناس انفعلت، وبعدين يوم ورا يوم الامور بتهدى شويه بشويه. هم بيراهنوا على ده. مفيش مشكله، احنا مش هنلعب برضه بلغه العواطف، لانه ما يحدث في القاهره الان هو محاوله تجميع راي عام دولي على انه لابد من عدم الاقتراب من الوضع القانوني للقدس. دي مدينه لها وضع قانوني، في قرارات طالعه من الامم المتحده، في موقف من العالم الاتحاد الاوروبي رد على نتنياهو، لان انتم عارفين نتنياهو والخارجيه الاسرائيليه بداوا يكلموا عدد من دول العالم عشان يسلكوا مسلك ترامب، يخطوا على خطواته. فالاتحاد الاوروبي مثلا رد وقال له انه احنا يعني بنحترم بشكل كامل انه الاجماع الدولي على ان القدس لها وضعيه خاصه، ليست عاصمه لاسرائيل. طيب الحقيقه الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت في مسألة مبادرة رفع درجة الوعي بالقضية، ولما انت يبقى عندك الوعي بالقضية، القضية مش هتهبط ومش هتموت. انت عظيم اللي حصل في الجامعات المصرية مثلا النهاردة في ومبارح في مظاهرات وفي اعلان للغضب، حتى في ما يحدث في فلسطين، في كل فلسطين من مواجهات واضحة جدا ضد هذا العدو لإعلامه أن ما يفعله ليس صحيحا ولن يمر، ده كويس جدا. الدول العربية واخدة مواقف واضحة، مصر واخدة من اللحظة الأولى موقف واضح جدا، لكن أنا زي ما كنت بقول كل واحد يشتغل في الحتة اللي هو يحفظ. احنا الخطوة الأولى لتفعيل المبادرة رفع الوعي بقضية القدس وفلسطين، أنا هقول لحضراتكم على يعني أول خطوة، احنا من خلال 90 دقيقة ومؤسسة الدستور بنعلن عن مسابقة لطلبة المدارس، طلبة مدارس ثانوي واعدادي وابتدائي في كل مصر، يعني كل المدارس على كل المحافظات بنعلن عن مسابقة، تفاصيلها ان شاء الله هتبقى منشورة بكرة في الدستور وهعلنها لحضراتكم بكرة. لكن مبدئيا المسابقة دي بتقوم على انه هنطلب من طلبة المدارس في ابتدائي واعدادي وثانوي ثلاث مستويات يكتبوا مقالات عن القضية عن القدس، وهيبقى في ثلاث فائزين ان شاء الله من كل مستوى، ثلاثة من طلبة الابتدائي وثلاثة من طلبة الاعدادي وثلاثة من طلبة الثانوي. هننشر مقالاتهم ان شاء الله في الدستور وهنستضيفهم هنا في 90 دقيقة نتكلم معاهم الثلاثة دول. بكرة ان شاء الله اقول لحضراتكم التفاصيل اكتر، الايميل اللي هتتبعت عليه المقالات في حدود كام كلمة، آخر معاد إمتى إن شاء الله. لكن مبدئيا قلت إنه نقول بس الفكرة لتفعيل هذه المبادرة، يمكن نحفز الولاد إن هم يقروا عن هذه القضية، هنبقى في يعني جوائز مناسبة للطلبة. وهذه المسابقة إن شاء الله هي برعاية 90 دقيقة و الدستور، أملا في إنه نحرك يمكن شوية، يمكن ده دور إحنا نقدر نعمله. خليني اخد السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى القاهره. سيد السفير اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني كيف ترى الموقف الان بعد مرور يعني عده ايام على قرار ترامب، تحركات على الارض من الدول العربيه من مختلف دول العالم، صف لي الموقف الان كما تراه انت. يعني الموقف باختصار شديد، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حالة عزلة في العالم أجمع، تمام، لأن جميع دول العالم يرفضوا بشكل قاطع القرار الذي أخذته الإدارة الأمريكية، لأنه هذا ضد عملية السلام وأنه هو بيؤدي إلى مزيد من تفاقم الأوضاع والتطرف في المنطقة، وأنه يتناقض مع القرارات التي اتخذتها الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي
يعني الموقف حتى الآن هو في صالحنا وليس في صالح العدو الإسرائيلي رغم القرار الأمريكي. وأعتقد جازما المطلوب منا أنه تصعيد الحملة العربية إعلاميا أساسا ودبلوماسيا حتى أنه نستمر في خطواتنا لأيضا نحجم ونلجم أي محاولة للاختراق من سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في أي دولة من دول العالم ما استطعنا طبعا. وهذا بيتوقف على مقدار ما أنه إحنا بنكون بنوحد صفنا بنوحد كلماتنا بنوحد جهدنا بكل لدينا خطة بننفذها يعني مشتركين. يعني بتمنى أنا على كل الإعلاميين العرب لأنه يعني على الأقل لو المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب يجتمع في اجتماع عاجل ويوضع تصور ومخطط لحملة إعلامية ويقوم بها جميع الإعلاميين سواء قنوات فضائية أو تلفزيونات أو صحافة أو إلى آخره. وإحنا محتاجين كمان سيد سفير لمخاطبة العالم مش مخاطبة أنفسنا. مخاطبة العالم طبعا. يعني مخاطبة العالم بالأدوات بالضبط. بالأدوات طبعا. ما احنا مش عايزين خلاص مش عايزين نكلم نفسنا. ما احنا بنكلم نفسنا بقالنا 100 سنة يا فندم في القضية. لا بعدين احنا يعني ما احنا فاهمين يعني الكل يعني الدول العربية الشقيقة كلها واقفة موقف جيد جدا وممتاز وعلى رأسهم طبعا جمهورية مصر العربية. ويعني اليوم كان اللقاء اللي تم بين الرئيسين فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وابو مازن يعني كان لقاء ممتازا وداعما للموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتأكيد على ان القدس لن تكون الا عاصمة لدولة فلسطين وأنه القرار الأمريكي يتناقض عملية السلام. هو أول اقتراح كمان احنا بنثني جدا على الاقتراح اللي حضرتك قلته سيادة السفير في مسألة الإعلام وأنه يبقى في دعم أساسي لأنه جزء كبير جدا من هذه المعركة الإعلام هو ضالع فيها. بشكر حضرتك جدا سيادة السفير بركات الفرة سفير فلسطين السابق في القاهرة. خليني أختم كمان ده ب يعني السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا حياكم الله. كان معي السيد سفير بركات الفر سفير فلسطين السابق في القاهرة وأشار إلى أنه الإعلام سلاح مهم جدا في المعركة القائمة الآن. يعني صف لي ما الذي يحدث في فلسطين الآن وكيف ترى التعامل الدول العربية مع الأزمة وشايف مستقبلها ازاي؟ يعني بداية انا اشكركم على هذا الجهد الكبير الذي تبذلونه كوسائل اعلام مصرية وعربية في هذه المعركة المهمة، معركة الكل العربي والكل الاسلامي. شكركم على جهودكم. الوضع في فلسطين لا زال على حالة التوتر والاستنفار التام في صفوف الفلسطينيين سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعب. القضية في غاية الخطورة لأنها تمس عصب الوجود الفلسطيني متمثلا في مدينة القدس. القدس ليست مجرد مدينة أو قطعة أرض. صحيح. القدس بالنسبة إلينا هي قلب الوجود الفلسطيني وهي عاصمة دولة فلسطين، بل لا أبالغ إذا قلت إنها عاصمة كل العرب وكل المسلمين وكل المسيحيين أيضا. وبالتالي المس بقدسية القدس وبمكانة القدس وبهوية القدس يمثل مسا بعصب الوجود الفلسطيني، وبالتالي رد الفعل الفلسطيني ورد قوي ورد ضابط على مستوى تحرك القيادة السياسية وعلى مستوى تحرك الشارع الفلسطيني. طيب تحركات الدول العربية يعني كيف ترى الآن يعني على قدر الحدث ولا في أشياء أخرى كنت تنتظرها؟ لا نحن يعني لازلنا ننتظر الأكثر، لازلنا ننتظر الأفضل المواقف العربية سواء على مستوى التحركات الشعبية أو على مستوى التحركات الرسمية. صحيح. لا يكفي أن يكون هناك تعبير عن الغضب في الشارع العربي أو تعبير عن القلق أو تعبير عن الرفض. يجب أن ننتقل من المربع النظري في التعبير عن الموقف إلى المربع العملي. صحيح. المربع العملي يجب أن يوظف
كل الإمكانات العربية، الإمكانات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية، وخصوصا أن أمريكا لها علاقات جيدة مع كثير من الدول العربية. لماذا لا تستخدم الدول العربية هذه العلاقات الجيدة بالتأثير على الموقف الأمريكي بأكثر مما يمكن أن تؤثر به إسرائيل؟ لماذا تنجح إسرائيل في التأثير على الموقف الأمريكي بينما نحن نفشل كعرب؟ طيب. على العكس من ذلك، الذين نتلقى الضربات من أمريكا بينما إسرائيل يعني مدلل لدى الولايات المتحده الامريكيه. طيب سيد محمود الهباش، هسال حضرتك انه يعني في الفتره الاخيره كانت المصالحه بين فتح وحماس يعني تسير بشكل جيد، وبعدين حصلت بعض يعني العقبات. هل الازمه الاخيره يعني يمكن ان تساهم في التقريب اكثر وجهات النظر فنلاقي المصالحه تمت بشكل نهائي؟ هذا كلام ضروري وهذا إذا لم نكن على مستوى الحدث، الأحداث ستتجاوزنا جميعا. صحيح. الآن لا مبرر لإبقاء حالة الخلاف في الساحة الفلسطينية بينما النار تشتعل في ثيابنا، تشتعل في بيوتنا، تشتعل في قدسنا. الآن هذا وقت صناعة التاريخ، وصناعة التاريخ تبدأ بأن ننحي جانبا كل خلافاتنا الداخلية وأن ننطلق سويا بموقف موحد، وهذا ما حدث في المناسبة خلال الأيام الأخيرة. الكل الفلسطيني منخرط في المعركة الواحدة، معركة الوجود الفلسطيني، معركة الدفاع عن القدس. أما القضايا الداخلية فهي قضايا صغيرة إذا ما قورنت في القضية الكبرى التي نحن بصدها. صحيح. بشكر حضرتك جدا سيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، وهنخرج فاصل قصير وأعود لحضراتكم مرة أخرى ببعض أخبارنا. والفقرة الحوارية النهاردة يعني فقرة مختلفة، يعني ما هيبقى حتى منطقها مختلف، وممكن عنوانها أنه لما بتسمع حد بيهاجم الإسلام ترد عليه إزاي؟ يعني لما بيتكلم عن الرسول وعن القرآن ومفروض ترد عليه إزاي؟ خلينا يعني نعملها في النهاية، وحضراتكم هتلاقوا فقرة مختلفة. فاصل قصير وأعود لحضراتكم مرة أخرى.